مختلفة ولكن غيتمر راسي في مرحلة خطيرة جدا. إذا استوعبن من يوقعن الحراك هنا في 2011 من بعد ما أنه المخزن يستعمل البلطاجية ينس يستعمل جميع الوسائل الخبيثة باش ينسف الحراك هنا في 2011 لأنه يريد زعزع السياسة ينستعمل. من يحكوش فرصة القول من مستشهد محسن محسن جوتشي راح يرى حاضن طاحا في مزرقشين الروايات في الانترنت ويشيخ من سادي راح حاضن طاحا محسن راح ستم واحد يحد بعيد يقيم ديني كشكل احتجاجي عمي تبوس نطان ديني زرب تروا تتعوض راس تركز خاص محسن راح شاد قيم ديني عمي تفتي الشجين ذي الشعر الماشيين عمي تفتي أذين Thank you.